على جميع سجد وسجد الملائكة كلهم. إبليس يعني ما حد عاون لنا، ما حد شاف وشجع بغيره، قال كلهم يسووها ملانة. تو كذا قمت تنصح الواحد قال ملانة، تو طيحت علينا ترى كلهم يسووها، تو انت كلهم ده نسيتكم وجيت مين؟ ها؟ وعاد اذا زاد عليك شويه يكسر عليك قال لك عورت عنهم كلهم وجيت لي انا؟ ترى كلهم يسووها. ان المعصيه اذا عمت طابت، يعني لما تعمل معصيه تطيب للجميع بحيث انه الجميع يسويها، فياخذوا حجه انه الجميع يسويها، الجميع يسويها. ابليس قال انا خير منه. كم من الناس الان ياتون بهذا المعيار؟ كم بنيت بهذا المعيار؟ واقعا في حياته لو ما قال بها بلسانه، لكن واقعا في حياته يحدث نفسه انا خير من فلان، انا احسن من فلان، بعدنا انا احسن عن غيري، بعدنا لو مسفل ولا مطول هداشتي، انا هاجي المسجد غيري ما يجي بر المسجد، شيء هذا لك هم قاعد يشير لهم، بل داهم هم قبل ما بقينا انا، ها؟ لما تروح واحد شوي شوي فطرية فكراتك ولا في صلاتك قال بعد انا اصلي سير حق وما يصلي بدابهم هم يوم تخلصهم تعلي انا يوم الانسان يرى نفسه ان الصلاح تحدث نفسه قال انا لا احسن عن غيره انا اجلس للشروق وغيره ما يجلس يروح ينام وانا اجلس محاضرات وغيره ما يروح ويبدا المقارنه انا خير